أنت؟ مرحبا. نعم، خير، ايش تبي؟ ايش فيك شي معصبة؟ ايش فيك؟ ايش تبي؟ نعم، أبي أشوف مع عبد الله، وين هي؟ ماكو أحد موجود، ما في أحد، كلهم طالعين. أمان، ايش فيك؟ ليش معصبة؟ أبوي أقول لك ما في أحد. حياك الله أخو سلمان، تفضل. عظم الله أجرك. أجرنا وأجرك، تفضل حياك. مافا، ايش فيك؟ أنا آسف جيت من غير موعد، بس لأني ما أعرف رقم تليفونكم، انطرت العدة تخلص، فقلت أي أشوفك وأتكلم. ما يخالف، ما يخالف يا أخوي. بيت بيتك، تفضل. ماسا شنو؟ تفضل. تفضل. مشكور. حياك. أنا بفهم الحين، أنت ليش معصبة؟ لا والله، يعني أنت عاد مش تصرف ماسا كذي، رازته ومخليته ولا بعد هو كنا صج بس تباسم. ايش فيك هالولد؟ حرام عليك ترى. شكله وايد متين. أنا بفهم، أنت ليش ملقوفة كذي؟ لأن أمرك عجيب، الريال يحبك وشاريك، فهم تقدم لك، تبين أكثر من كذي. أنت ايش فيك؟ شلون صرفين كذي قدام اليهال؟ منو يهال؟ حبيبتي، هذول هاليهال أفهم مني ومنك. جنات أمنية، ممكن تروحون غرفتكم؟ ما أبي، بقعد وبسمع. وأنا بعد ترى ماني رايحة، قاعدة هني. هاي انت جنات، ترى انت بروحك مسكينه، مو تشوفين هذه تستقوين، خلصوني روحوا غرفكم. بديهم عنك. قولي لي، هو يا امه ولا بروحه؟ الساعه المباركه، بس وين الوالده؟ ما اشوفها يا وياك. ساعتك ابرك. الوالده بصراحه تعبانه بيد الشر عنك بالمستشفى، ان شاء الله بس تقوم بالسلامه راح تجي تزوركم. اي سلامتها ما تشوف شر، بس ليش ما نطرت؟ بصراحة أنا قلت أي أقعد معك، ويعني أشوف إذا في موافقة وفي نصيب أفرح الوالدة وأخليها بس تطلع تيكم إن شاء الله وتخطبها رسمي. خير يا سلمان، أنا بحاجي أماني وأشوف أخوها العود وأرد لك خبر. مشكورة، ما تقصرين. تفضل. مشكورة. طبعا شوفي الميك اب انا حطيت اياه عشان انت ما عندك الخبره اللي عندي بالميك اب، اوكي؟ استغفر الله العظيم. ايش فيك شبريت انت؟ ما حد قالش كلمه الا اوف اوف. قوه بنات. هاي. هاي. ايش فيكم؟ ايش فيكم اول ما شفتوني هني سكتوا؟ الحين انا هذا غرفتي وياي هني عشان اسولف معاكم. اول ما تشوفوني تسكتون؟ لا يطوفك تهاني. في واحد جاي يخطب اماني. جنات وثول. تفين خالتي، روحي تحكي فيه. والله يندن، ما ادري فيها عليها هذه. اقنعيها. تدرين عاد؟ انا احس ان انت حلمانه انك قاعد تنطقين، فودك هالحلم يتحقق، صح؟ لا. شكلها ماني معصبة شوي. ايه الظاهر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هذه تهاني اختي سلمان، جاي طالب اماني. حياك الله. الله يحييك، الله يسلمك. خوش انا استاذن عيل، واتمنى مع عبد الله يعني تكلمين اماني، واي شرط هي تبي انا حاضر، وحتى لو تبي تسالون عني بالدوام ولا اي مكان اخذوا وقتكم يعني. لا والنعم فيك يا سلمان، بس أنا مثل ما قلت لك لازم أقول حق أخوها العود وأرد لك خبر. إذا تحبين أنا عادي ترى أقعد أنطر أخوها وأكلمه، ما عندي مشكلة. لا هو مو هني بصراحة، ساكن ببيت بروحه. تبين أروح له أكلمه أقعد معهم؟ ما عندي مشكلة ترى. لا يا سلمان، خليني بالأول أقعد مع أماني أسألها، بصير خير إن شاء الله. خلاص على خير، أستأذن أنا. حياك الله. يلا.